في أول أيام عيد الفطر السعيد يحتفل أهالي بنغازي ويجتمعون بلباس موحد يرتدونه دائما في مناسباتهم المميزة. تجمع الزي الوطني الذي يقام للسنة الثالثة على التوالي جاء بمشاركة واسعة هذا العام عند ضريح عمر المختار الذي يعد رمزا وطنيا لدى أبناء ليبيا. تجمع شباب بنغازي بالزي الوطني في أول أيام عيد الفطر المبارك للسنة الثالثة على التوالي، حبينا نديروه في ضريح عمر المختار اللي هو رمز من رموز بنغازي ورمز ليبيا. يا في الشعب الليبي كل عام وأنتم بخير، واليوم تجمع ما شاء الله لا قوة إلا بالله زي ما أنتم شايفين بمناسبة الزي الرسمي، وإن شاء الله رب يدوم علينا الفرحة إن شاء الله ويوحد صفنا إن شاء الله ويضمنا ويلمنا لبعضنا إن شاء الله. التجمع هذا شهد تنوعا في الحضور والزي التقليدي الذي يختلف من منطقة إلى أخرى، وذلك بالتزامن مع الاحتفال بمناسبة العيد التي كانت فرصة لالتقاء أهالي المدينة وسط أجواء محبة وسعادة. كم طبعا لليوم أول مرة نحضر هذا التجمع، تجمع الزي الليبي وهو بالمرحلة أو الصورة الثالثة له هو في مدينة بنغازي، ونشوفوا التحام ما بين الأندية، أندية الأهلي بنغازي والنصر أيضا، يعني تجمع هائل جدا، وشباب التبو والأمازيغ والطوارق والزي المنطقة الشرقية والغربية. إن شاء الله عيد كان مبارك وكل عام وأنتم ألف خير. في ختام هذه المشاهد التي تعزز القيم الوطنية في نفوس الكبار والصغار، اصطحب الأهالي أطفالهم إلى هذا التجمع ليكون مشهدا عالقا في أذهانهم عن موروث آبائهم وأجدادهم الأصيل على مر الزمان.